فضلني أشوف. لا أدري ما حالي أنا، احترت في أمري، لا أدري في جسدي دم أم حنظل يجري. من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي، من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي. كل المرايا كل المرايا تظهر الدمعة من قهري. أطلقني من سردابي، حررني ولو لحظة. لا تحتضر يا حلمي الغافي على الشرفات، أطلقني من سردابي، حررني ولو لحظة. أطلقني طيرا والبسمات. لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري ما حالي أنا، احترت في أمري. نرمين اسمع عنا ضيف جوا، اسمعني عنا ضيف جوا، فوت وسلم عليه كتير بأدب. يلا هاي رائد. رائد سلم على عمو. مرحبا. أهلا عمو هلين. طيب روح ماما على غرفتك هلا، أنا بلحقك. ماشي. شو بيعرف؟ الأكل وصل. شو رايح؟ طبعا معقول طبي. ما رح تتعشى معي؟ دايما دايما. مين هذا اللي كان عنا؟ هاد صديقي. بس كأنه صديقك راح بدون ما يسلم. ايه ماما معلش هو مستعجل شوي. ما اقتنعت. كأنه ضايق لما شافني. لا ماما شو ضايق لما شافك، معقولة؟ لا يلا حبيبي يلا. Thank you.
يا أم صبحي أنا دا أخلقي من هالقعدة. بس والله محلك تقومي من الفرشة يا أم راغي. شو أعمل؟ بقعد بالمطبخ عند نورة، فت كرسي وبقعد، وأنا بقول لها شو تساوي. وأنا جاهزة خالة. حبيبتي الله يخلي لك ياها يا رب. الله يسلمك ياها. أم صبحي أنا مبارح أبو راغي بجيب لي لحمة بلدية من الضيعة، رح أعمل حسابك تتغدي معنا. يخلي لي إياكي، بس والله ما بقدر أتأخر، صايرة ما بصدق إمتى أرجع البيت مشان علا. خلص رح أعمل حسابك بزبدية. يكتر خيرك. شو هالحكي فايق؟ كنت فايتة فايقك؟ العالم بتقول صباح الخير. أي صباح الخير. شو صاير بالدنيا؟ من زمان ما شفتك فايق ومصحصح بهالوقت. شو صاير يعني؟ شو صاير؟ هذا أنا شو؟ طيب رح خلي نورة تساوي لك قهوة. إيه؟ أنا بدي روح على الوظيفة. بدك شي؟ سلامتك، الله معك. أي سلام. أطيب شي بالدنيا اللي لقيت شو اسمه قهوة من إيدي نورة. يلا عم صبحي خلينا نمشي رح نتأخر. يلا عن إذنك أم راغب. الله معك حبيبتي. ديري بالك أمي. يلا نورة عينك على أمي، لا تخليها تتحرك، بعرف همتها عالية. على راسي. خاطركم. خاطركم. الله معكم. الله معكم. الله يسلمك. سلام. مع عين سلامي. زعلان أو صاير معه شي بعيد الشر؟ مين هاد ماما؟ ما حدا ماما، ما حدا. ورجيني لشوف بأي مرحلة صرت؟ لساتني بالبداية. كيف يعني ما حدا؟ خلص رائد، خفف لي هالأسئلة بقى. طب أنا بدي أحكي معك. أحكي. هات لشوف، أحكي لي شو عملت اليوم بالمدرسة؟ بالقبل قلي لي مع مين كنت عم تتصلي؟ كنت عم بتصل مع صديقي اللي كان عنا مبارح. ارتحت هلأ؟ وليش ما عم يرد عليكي؟ لأنه مشغول. أو زعلان. أو زعلان؟ أنت ما في شي ما بتسمعه؟ جلال أمل وجرد بالخسائر والمسروقات. خذوا أبو مصطفى على المستشفى، شوفوا شو لازمه. يلا نعمل ضبط شرطة. ضد مين؟ السرقة والنهب صارت شغلة اللي ما لهم شغلة بهالبلد. ألف معمل انسرق واحترق، شو قدروا يساووا أصحابهم؟ على الأقل مشان التأمين بابا. التأمين ما بيغطي حوادث الشغب والاضطرابات. بس هي حادثة سرقة ما لها علاقة بالاضطرابات بابا. كله مثل بعضه. يعني بدك إيانا نسكت هيك كأنه ما صار شيء؟ الحمد لله اللي ناطت على هيك وما حرقوا المعمل كله. والحمد لله اللي ما قتلوا أبو مصطفى. اسمع سلوان، المعمل اليوم بده يرجع يشتغل والإنتاجية بدي إياها مثل الأول ومن هاللحظة. وشوف لي كم واحد رتبوا لي المكتب. حاضر بابا. ألو. انشغل بالي عليك كتير، وينك؟ كنت مشغول شوي. المهم مالك زعلان مني؟ معناتها زعلان. أنت بتعرفي أني ما بحب أنه ابنك يشوفني. بعرف، بس والله مو بإيدي، يعني صار هيك غصبا عني. دائما رتبي هيك مسائل صح. جهز لك عشا غير شكل اليوم؟ مثل ما بدك. اوكي، ناطرتك، لا تتأخر. باي باي. ألو.
تعبني هالقعده. اعطيني بوسات. اعطيني. اخ ما اطيبها. معناته تصالحته وان شاء الله كمان حيجي لعنا اليوم. وانا حابه هون بالبيت ولا حتبعتيني لعند خالتك العاده؟ لا انت بدك تروح على بيت خالتك. بس انا حابه ابقى هون بالبيت. تفضلي هاد إليك. شو هاد؟ افتحي الكيس وشوفي شو هاد. موبايل وبشريحة مفعلة ومشرجة وجاهزة. لي أنا؟ إيه إليك هدية مني. بس شو المناسبة؟ مبارح كنت هيك بالسوق وشفته وجبت لك اياه، يعني اشتهيت لك اياه، حسيت انه بيلبق بايديك. بس انا ما بقدر اخده. ليش؟ ما بقدر، ما في مناسبه. يعني يا انسه نسرين، يا انسه نسرين، اذا هاي الاضابير كانت هون على الطاوله ولا بالخزانه شو رح تفرق؟ ما الغرفه مسكره وما فيها حدا. الأضابير برات أوقات الدوام لازم تكون مصنفة ومرتبة بالخزانة، هذا هو الشغل المزبوط. بعدين ما بتحسب حساب لأي مشكلة ممكن تصير فيهم؟ مثل شو مثلا؟ ممكن أم صبحي هي عم تشطف مثلا توقعهم على الأرض وتبللهم، ممكن يصير حريق. ها على أساس يعني الخزانة مضادة للحريق. عموما الأستاذ زهير رح يوجه لك تنبيه خطي ورح ينحط بإدبارتك. لا تنبيه يا ستي، تنبيه تنبيه، عقوبة عقوبة. إيش هو قرار مجلس أمن؟ سعره بسعر غيره. أهلي يا أنسة نسرين. شو؟ مبسوط؟ ممكن تدقق لي هاي المعاملة أستاذ وائل؟ إيه بس بلاها كلمة أستاذ، يعني ما في داعي لأي الرسميات. نحن هون بالمديرية كلياتنا مثل الإخوات. مثل الإخوات؟ كيف أمك؟ أحسن الحمد لله. شلون تتجاوز الإشارة أصلاً؟ هذا اللي صار عمي. لك شلون بتخليهم يحجوا السيارة؟ حاولت أشرش طيب كام ليرة ما قبل، ومو بس هيك طلع مع الدورية في ملازم أنا ما شفته، هو شافني أنا عم بعطي الشرطي مصاري قام حجز السيارة. لك 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 وعم تحاول ترشي الشرطة كمان؟ يخرب بيتك، لك كيف بيسمح لك دينك وأخلاقك تتصرف هيك تصرف؟ عمي الله وكيلك أنا سويت هيك مشان ما يخلفوا السيارة. لك تتخالف السيارة 100 مرة أحسن عندي من أنك ترشي حدا. طيب ما حاولت تحكي كلمتين حلوين مع الملازم بس مشان ما يحجز السيارة؟ كيف ما حاولت؟ حاولت كثير، وقلت له قلت له هي سيارة لوعد عميد، لعميد بالجيش. الله وكيلك ركب راسه ما قبل. لك يخرب بيتك، شلون بتقول إني عميد بالجيش ها؟ ولك شو دخل حجز السيارة ورشوة الشرطة بإني عميد بالجيش ها؟ قلت لحالي يعني بركي الملازم بيحسب حساب هيك قصة وبيغير رأيه. لك أصلاً أنا متقاعد وما عدت عميد بالجيش. ايه بعرف بعرف، قال لي فهد، بس انا قلت لك كلك علاقات هيك ولا هيك. صبر جميل وبالله المستعان، صبر جميل وبالله المستعان. هلا شو الحل؟ الحل ما بفك السيارة غير مالك. يا حبيبي كرهان الديوان ويلي فيه، لولاكي كنت طلبت نقلي من زمان. ليكون عن جد حابك؟
اي وكيف بدي اعرف؟ ما هو يا عم يبعث لي بهالرسائل يا بده يعزمني على فنجان قهوه. شو لازم يعمل اكثر من هيك؟ لازم اقول لك صباح الخير بدي اتجوزك من باب الطاقه؟ ما بعرف. هو بصراحه انا ماني مقتنعه فيه. بتحسيه ما بيناسبني، اصلا ما بتحسيه خرج التزام. هذا طبعا اذا هو طلع بده التزام وما طلع بده يتسلى ويضيع وقت. وانا هيك ومو خالصه، ما سمعتي سحر شو قالي؟ بتعرفي؟ انا مني ومنك بعطيه فرصه لاعرف شو بده. شو هالحكي؟ فرصة؟ فرصة شو؟ هبة جهاد موظف مثله ومثلي، ولا إذا كان حليوة ولبيسة شوي بصير هو فرصة؟ ولا القصة عريس والسلام؟ امشي امشي. نيالك قديش مرتاح بالك؟ إن شاء الله ألف ألف مبروك. صحيح يعني ما عزمتينا بس أنا عم بتأسف على حظي السيء. جهاد هي الزعبرة خليها لغيري. لا 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 هيك رح ازعل منك. معقولة كل هالاعجاب سميه زعبرة؟ ايه مو ناقصني معجبين، بعدين اللي بده يعجب فيني بده يكون على مستوى عالي. ايه صحيح نسيان انه انت كبرانة القصة معك. على كل ان شاء الله الف مبروك. سلام. اهلين. اماني اهلين. هاي هاي حبيبتي. ها ليش ما خليتيني وقف معها؟ شبنا فيها هلا؟ ما شفتي جهاد واقف معها لهالكلبة؟ شو هالحكي؟ عادي ويوقف معها، شو المشكلة يعني؟ امشي نشرب قهوة عن صفاء. صباح الخير. عليه صباح النور. قوم أحسن، قوم على طاولة التفصيل. تخلص الدرز اللي بإيدي. قوم هلا قوم، أنا بكفيها. قوم يا ابني قوم، استرنا على الواجب عليك، قوم. حاضر عمي فؤاد. لك قوم خلصنا. ايه معلي شو اخبار الديره؟ يا زلمه ليش هيك انت بتحكي؟ شو طيره وما طيره؟ ما رضيت تاخذ الموبايل. ايوه ليش بقى؟ شو بيعرفني؟ قال ما في هي شو اسمه مناسبه. حما والله ما انا قليله. شو يعني؟ حبيبي هي عند الدلال، جرب مرة ثانية وشوف. عن جد؟ هيك قلتك؟ لك ها اسمع، يعني موبايل بهديك الحسبة ما قلت ولا؟ بعدين صدقني بتكون حاسة انه عينك عليها من اول لحظة. لك هذا جنس خبيث سألني انا. الله شباب خففونا حكي، شغلونا الماكينات بقى، شغلوهن الله يرضى عليكم. وائل؟ ايوه. بس هاي المعامله لوين لازم تتحول؟ هاتي لشوف. ممكن ملاحظه صغيره؟ تفضلي. هذا القميص مو لابق هذا البنطلون. ليكون حكي جهاد صح. يا أم صبحي أنا خايف على مستقبل نورة، يعني شغل بالمديرية والفيول هذا الشيء مو منيح. يعني طلع بإيدي ساوية دكتورة وقلت لا يا أستاذ. شو مفترى يعني؟ بس الأغنياء يلي بيقدروا يدرسوا ولادهم بالجامعة. شو بدنا نساوي؟ مغلوب على أمرنا يا أستاذ. أنت بتعرف ظروف البلد شلون صارت وظروف بيتنا. شو بها ظروف بيتكم؟ أبو صبحي عواطلي ما بيحب يشتغل. بعدين يا أم صبحي ظروف البلد صارت شماعة نعلق عليها مشاكلنا. الحياة صارت صعبة يا أستاذ، والغلا كل ماله عم يزيد، والباقي أنت بتعرفه. أنا بدي أياك تفكري كيف تساعدي أولادك ليعيشوا حياة
احسن بكتير من اللي انت عشتيها. اذا كان مشان المصروف انا بودك اني اتكفل بدراستها من هلا لحتى تتخرج من الجامعه، بس ما بدي حدا يعرف. الله يوجه لك الخير. كيف ما درت وشك يا حق؟ انت مين قالك تغير مجرى الراديو؟ عم احكي معك، ما ترد علي. العمى شو؟ لما بحكي معك بترد علي، سمعت؟ حسبي الله ونعم الوكيل. خلص راغب، خلص شو بدك فيه؟ بدي افهم ليش ما عم يرد علي؟ ليكون مفكرني ضعيف او ما اللي معبي عينك بالسلام؟ خلص ما انك ضعيف، رح تقلقه عين الزلمه. انت شغيل هون ها؟ بنسفك كف بزيتك برا ثاني مره. فهمنا خلص راغب، روح حسين، يلا روح. روح ما بعمل شيء. روح. ليش عم تفشش بالزلمه؟ شو بدك فيه؟ راغب خليني رجع الغنيه. لحظه روح شوي، طلع فيني رح سوي لك كاس شاي مشان تروح. ايه عدي. ايوه أستاذ وائل إذا بتريد. خير أرسل سوي. بس هي معاملة بدها توقيعك بعد إذنك. اترك لي يا لدى. بس انت مدققها حتى اشوفها، مأشر عليها على المسودة. ايه وبدي دققها مرة ثانية. شو المشكلة وائل؟ ناقصك انا؟ ما بكفيني؟ شو ساوي؟ روح ولا ما روح؟ والله ما لي عرفانة. انت مستقل انه يجي سرق المعمل وما يطلع بايدنا شيء؟ انا ماني مستقلة وعم اقول لك معك حق، بس شو بتموت حالك يعني؟ انا زعلت ولا ما زعلت ما رح ياثر شيء. جلال شو رايك نطلع بعد المعمل نعمل لنا شيء مشروع؟ يا زلمي انا ما بصدق اهرب من المعمل منشان انسى وانسى اللي فيه. روح باخذك معي، شو مجنون انا؟ ورديه اضافي يعني؟ طيب واللي بياخذك مشوار بخليك تنساني وتنسى انك كنت بالمعمل؟ انساك كيف؟ مستحيل. اصطفيل انا اللي علي عملته. ليك لوين المشوار؟ ها هذا هو الحديث. بعرف لك بيت فيه بنات وجاهزي، انت بتدفع وبتفوت. لا عمي لا، ماني خرج الفوتي ابدا. عندك شي تاني؟ ايه في، اذا بدك منروح على شي بار على شي ديسكو، منتعرف لنا على بنتين منطبقهم مندفع عنهم الحساب وشوف كيف رح يركض ورانا ركض. هلا بشوف شو رح يطلع معك. موافق. يعني هو صحيح غلط، إيه بس مو معناتها من أول مرة أصرفه. يعني لا طلعت السيارة من الحجز ولا رحت اطمنت على البيت. لا بابا مشان الله لا تروح لهونيك، كل طلاب المعهد اللي ساكنين بهديك الأراني ما حسنوا يجوا، كتير الأوضاع سيئة وكل ما عم تزداد سوء. الأوضاع مو بس سيئة، الناس كلهم متغيرين. مين بتقصدي؟
حديثي بشكل عام ما عم بقصد حدا معين. تحس الأخلاق كل ما عم ترجع لورا. مزبوط، ويلي عم شوفه بشغلي بمكتب المحامي بيأكد هذا الشيء. حتى جهاد زميلنا بالمكتب اللي كان لطيف ومهذب صاير غليظ وسيء كتير مع العالم. يا لطيف، هالأزمة قديش غيرت الناس يا لطيف. لا، الأزمة ما غيرت حدا، الأزمة كشفت الناس. المنيح ضل منيح، بس السيء صار أسوأ. تفضلي. أهلين. شبكي ليش هيك متلبكة وكأنه الشرطة عم تدور عليك؟ خلينا نمشي أحسن، بعدين بنحكي على التليفون. لك عادي يعني، ليش كلها؟ هي أول مرة بقعد مع شب بالكافيتيريا. أوف، ليش أنتوا بالعادة يعني وين بتقعدوا؟ ولا بمكان. أصلاً أنا هي أول مرة بحكي فيها مع حدا. شو مالك مصدقني؟ لا بس يعني مستغرب إنه بنت عمرها 24 25 سنة ما مرت بعلاقة خاصة، بعلاقة حب، إعجاب، طلعت هي وشاب على الكافيتيريا على مطعم. شو أنتي أماني يعني عايشة بحرم لك؟ لا أماني عايشة بالحرم لك، بس يعني ما صار وصادفت علاقة خاصة بحياتي. بفهم إنه بيئة أهلك محافظة؟ عادي، الحفلات والأعراس عنا مختلطة، والشباب والصبايا بيدبكوا سوا وبيحكوا مع بعض قدام أهليهم. طيب، يعني بهاي الأعراس مثلا ما تعرفتي لك على شاب حبيتي أعجبتي فيه مثلا؟ جاوبتك، قلت لك إنه أنا ما مريت بولا علاقة خاصة بحياتي. بتعرفي يا ماني؟ يعني أنا كتير متعرف على بنات وملتقي فيهم، وبالعادة بيحكوا نفس الحكي، وبكون واثق إنه هن عم يكذبوا. مفتكرني عم اكذب عليك؟ بالعكس، المشكلة انه انا مقتنع انك انت عم تحكي الصدق. مشكلة؟ شو المشكلة اذا عم بحكي الصدق؟ المشكلة فيني مو فيكي. اهلا وسهلا فيكم، شو تحبوا تشربوا؟ شو بتشربي؟ ولا شيء. شو ولا شيء؟ ما بصير. جيب لنا اثنين قهوة سادة. ايه تكرم عيونك. ايه جهاد، ما فهمت عليك شو عم تقول؟ يبدو نوعية البنات اللي كنت عم بلتقي فيهم كانوا باتجاه واحد. جهاد، ممكن تكون واضح معي؟ يعني أنا حابة أعرف شو في من وراء هالعزايم والرسائل كلها. على شو عم تدوري؟ والله ما بعرف شو عاملة بحياتي حتى تعاقبوني بالعيشة مع بانا بغرفة واحدة. شو ساوت بانا والله؟ فوضى طبعاً، ما عم تبطلها، صار لي ساعة عم دور على الأسيتون لشيل المانيكير وما عم بلاقيه. وجاي تدوري عليه عندي؟ لا حبيبتي، بدي استعير اللي عندك. ايه مو هون مو هون، شوفي بالدرج اللي على شمالك. لقيتي؟ لقيته. خدي حبيبتي، بس المهم لا تعصبي. بالله قومي لكان ورجيكي الغرفة. طولي بالك طولي بالك. لك ليش هيك سحبتي لأختي؟ كمان انتي تعي شوفي. يلا لا وي. شو بكم؟ شو في؟ بعدين ليش هيك واقفين مثل صف العسكر؟ لك ليش هيك الغرفة قايمة قاعدة؟ هلا كنت قايمة ضبة بس لخلص دراستي. سؤالي أنا أصلاً ليش هيك صارت؟ يعني إنه أنا ما بدي أخلص من الفوضى تبعك؟ يلا قومي ضبي، قومي قومي بسرعة. يلا قايمة قايمة يلا. صدق الله العظيم. شو هالبنتي؟ خير ان شاء الله. على مين طالع صوتك؟ بانا خانو. شو بها؟ بشان الله بشان الله شد عليها لهالبنت، كثير فوضويه. لك يا هدى يا حبيبتي، ما بتعرفي انه صعب علي كثير اني اشوف وحده منهم زعلانه؟ لك طيب هي بكره كيف بدها تتجوز وتفتح بيت؟ اه كيف؟ والله رح تجنني. انه انا بدي افهم، بكره بس تصيري عند عريس الغفله بدك تضلي هيك؟ لا اكيد امورها رح تتغير، رح تصير مرتبه ونظيفه. وشو اللي رح يغيرها بالضبط؟ والله بدنا نسال الاستاذ نضال. والله على الاقل يا حبيبتي انت وياها انا التقى مين يحبني وبده يتزوجني. معلش حبيبتي ما تزعلي، بتعرفي لسانها اطول منه.
طبيب من دون اختصاص ولا شيء حبيبي. أمريكا؟ المنحة فرصة ما بتتعوض. بس هدول 4 سنين يا فؤاد. نسرين، أنا 4 شهور ما بقدر بقعد بلاكي. بدي أمشي بوراقك قبل ورائي. أنت بتقول هيك، بس الموضوع مو بهالبساطة. نسرين شبك، شو صار لك؟ فجأة اهتزت ثقتك بعلاقتنا؟ السفر ما كان بمخططنا. أنا خايف إنه أنت تسافر وما تقدر تأمن لي سفري لعندك. حبيبتي أنا رايح طبيب مو جلس هون. أرجوك لا تسافر. ساوي اختصاصك هون. نسرين، هاد مستقبلنا. شو هالحكي يا ام صبحي؟ خلص ما بدك الهاب، ماما اشتهت لك اياهم، تفضلي. يسلم هالايدين. الله يسلمك. ويعافيك يا ام راغب. الله يسلمك. عنك. يلا امي نحن تاخرنا، اختك لحالها بالبيت. يسلموا ايديكم ويعطيكم العافيه بخاطركم. الله معك بامان الله. الله معكم. امي قولتك بتكون ام صبحي تضايقت لانه اعطيناها اكل؟ يا أمي ثلاث أرباع الناس صايرين على باب الله، وأم صبحي مرة معترة، يعني شو ما عطت هي بتاخد. بس والله نفسها عزيزة. إيه أنا ما عم قلك إنها شحادة، بس كمان الحاجة صعبة. خلص من هلأ ورايح كل ما طبخت طبخة بدي أعمل حسابها. دخيله الحنون أنا. تقبريني. بعيد الشر. امبارح فهمت لعمتها ما تفتح السير بنوب وخصوصا قدام هبة. عريس لهبة؟ هذا مو حاسب حسابه بنوب. أنا وياك شو حسير فينا لحالنا؟ الله يهديك، الله يهديك. لو إنك تتجوز كانت مرتك بتقوم فينا، ما كنا وقفنا بنصيبة لهالبنت. وين بدي أتجوز وكيف؟ صار الواحد الأيام عم يعد للعشرة 1000 مرة مو مرة واحدة قبل ما يعمل أي شيء. أنت شو بدك باللي عم يصير برا؟ عليك من حالك. أصلاً جوازتها ما إلى علاقة بهيك قصة. شلون ما لها علاقة يا أبو عيسى؟ ما سمعت. أحياناً بطلع من هذا الباب وإيدي على قلبي، بخاف ما أرجع على البيت. بدك يعني أحمل هم مرة أولاد؟ لك يا ابني، العمر عم يسرقك ويسرق أختك. فكر بجوازتك مشان ما نقطع بنصيبة مرة تانية. والله يا أبو عيسى مو بس العمر عم يسرقنا، بس من وكيل الله. ونعم بالله. لهون وصلت معكم؟ ليش ما رح الأكل؟ ما دقتي وانت عم تطبخي؟ بابا عادي الأكل مانو مالح. بتحب ساوي لك شي تاني عصير؟ لا كفيني سلطة. بابا حتى لو كان الأكل مالح يعني ما في داعي تعامل ماما بهي الطريقة. 30 سنة صار لها عم تطبخ، ما هلا تتعلم؟ بس أنا ماني شايفة في داعي لسوء هالمعاملة معها. سوء معاملة شو؟ بابا الله يخليك، حسن معاملتك مع ماما، هي لا بتطلع ولا بتفوت ومقضي حياتها بالمطبخ والشغل والتعزيل. هذا واجب أي ست بيت. وهي ما عم تأثر بواجبها، فإذا شي مرة طلعت الأكلة مالحة ما في داعي لك لهالتعصيب. كملي أكلك بابا كملي. بابا والله حلا أمي بعد هالعمر يكون عندها خدامة تساعدها. خدامة؟ شان شو خدامة؟ ستك الله يرحمها خدمة حماتها وخدمة أبي، وفوقهم 6 أولاد مو سنة سنتين، 50 سنة وما عارف بدي خدامة. بس بابا هذيك الأيام ما كان دارجها شغل. مثل ما قلت لك موضة. وبتضيف لمعلوماتك أنه لما أمي الله يرحمها خدمت كل هالناس لا كان عندها غسالة ولا جلاية صحون ولا ميكروويف، كله موجود هلا ببيتنا. بس بابا هلا الزمن تغير. وأنت قلتيها ونحن عم نتغير معه. أنا ماني معيش أمك مثل ما كان والدي الله يرحمه معيش أمي. 50 سنة خدمت البيت وما اشتكت ولا مرة. أنا ما بعرف كيف جريتني لهي المقارنة بين ستي الله يرحمها وبين أمي. سوسن أنا مو عندي معمل. لو جبت واحد وسلمته إدارة المعمل
انا شو بدي اقعد اشتغل؟ نام؟ اقعد بالقهوه اللي عشدي مع رفقاتي؟ بنتي انا عم بشتغل المعمل لحتى املكم حياه كويسه ومستقبل كويس، ومن واجب امك تشتغل البيت لنفس السبب. يلي كلي موافق، بس شو مشان تعامل ماما بالحسن؟ دايما صح. والله لا مواكرم من هيك أكل. أمي يعني مو باين أنت رح يصير عند معلمك شغل؟ ما في أكثر من الشغل، قلت بيوت تهدمة بس ما عاد في أمان بالقرآن، الشغل كتير صعب صاير. لك أنا بدي أفهم شغلة، ليه الناس عم تعمر بيوتها؟ إذا لسه المشاكل ما خلصت لك بركي رجعت تهدمت. حبيبتي علوشة في مثل بيقول تخرب الدنيا كلها والمعمار جي على الحيط. على كل حال امي رقم موبايلي معه بس بده يعني بيحاكيني. ايه امي بس انت لا تضلك قاعد بالبيت، يعني طلطل عليه مشان ما ينساك الله يرضى عليك. عمرك امي. نورا كلي لك لامي رح تخلص الشاكريه. الله والله انا مو اكرم من هيك لحم، من زمان ما اكلنا لحم بلدي. لا والله مسروق المعمل؟ ما حكى وجلال ما قال لي. هلا ابي بده يحكي ولا بده يشكي يا ماما؟ يا لطيف هالزلمه شو جبار جبار على حاله وعلى غيره. ايه وشو سارقين؟ عمل جرد بالخسائر، يعني طلعوا تقريبا شي مليون ليره، غير انه قالبين المعمل فوقاني تحتاني، ليش؟ ما بتعرفي. وشو عملتوا؟ شو طالع بايدنا نعمل؟ عم نرتب المعمل بلكي بكره بنرجع بنبلش شغل. معناتها مشان هيك كان بابا معصب اليوم على الغدا. ايه على اساس انه من قبل كان يعاملني بالمنيح. يا ماما لو شفتي وضع المعمل بيبكي، يعني صح بابا من برا ما بيبين عليه بس انا متاكد انه من جوا عم يغلي غلي. يعني انا بستغرب كيف بيعاملنا لنا بطريقه وبيعاملك انت بطريقه تانية تماما. يا بنتي هذا عندهم موروث عائلي، ابوه الله يرحمه كان يعامل امه أسوأ من هيك. انا من اول يوم تزوجنا فيه حسيت انه مستكتر حاله علي. بس ماما كمان انت ما بتهتمي بحالك ولا بلبسك ولا بمكياجك. مليت من هالشغلات من زمان، حاولت كتير اني البس واتمكياج ورتب حالي بس كان كل مره يشوفني فيها هيك يتعمد انه يتجاهلني اكثر. عن جد ماما؟ طيب ليش؟ أبوكم بحياته ما ضربني ولا أساء الأدب معي أبدا بس كان تجاهله وتكبره علي أسوأ من الضرب. إيه ما يعمل معي حدا هيك والله بجن. هي القصة أنه هو متأثر بشخصية أبوه ومعجب فيها كتير. مرة قال لي مين أنتي لحتى تعيشي حياة أحسن من اللي عاشتها أمي مع أبي؟ والله إذا بدي عنس كل عمري ما بعيش مع رجال صعب ولا ثاني. يعني لو إجاكي عريس مثل أبوكي بتقولي لا؟ مثل بابا؟ هي صعب أقول لا، ما بعرف يعني مثل بابا شو؟ شو رأيك فيهم؟ شو رأيك فيهم؟ لك هلا مو مهم، شلون بدنا نتعرف عليهم؟ هات 500، هات 500. سيك هدول الصبايا شو وضعهم؟ بصراحة ما بعرف، هدول دايما بيجوا لحالهم بيروحوا لحالهم، ما سبق شفت حدا معهم.
شو رايك ندفع الحساب عنه؟ بدنا ندفع حساب طاولتهم. بدي اسالهم بالاول. اسالهم. عد للعشرة وبيكونوا عندك. ايه هلا مشو. انت مين بدك تنقي، هي ولا هي؟ اسف على اللي ما بعتذر. هلا شو يا زب؟ شو ما في غيرهم بالديسكو؟ هلا منشد غيرهم، طلع على غيرهم. لا بعي نورة، ما عم تفهم. فهميني، من سمات القصيدة القديمة كل بيت يكون فكرة مستقلة، القصيدة الحديثة قصيدة تتناول فكرة واحدة. هم وحدة. وين الأثر تبعي؟ وين حطيته؟ وين يا مهون رايح تسهر كمان؟ شو دخلك انت؟ لك خاف الله، خاف الله. اخذت العشر تلاف ليرة تبع البنت، وبدال ما تخبي لي اياهم رايح تصرفهم على الكباريهات؟ ايه ما رح خليك تروح. نعم واكرم. اسمعي ام صبحي، اذا كنتي ناوي الشر ولا بدلك عم يهرشك، فانا بكامل استعداداتي العقلية والبدنية والعضلية وقد احذر من احذر. شو بك انت وياولي؟ لا ولا شيء ابدا بابا. عم نحكي عن كرداش. من وعدك شو بك كرداش؟ من وعدك كرداش؟ شو بيعرفنا؟ لك الشر انت اللي عم تعمله، ومالك سائل عن حدا، والمصاري عم تصرفها بالحرام. لك حرام عليك، حرام حرام. لك بعدي هيك الحق علي انا اللي عم باخذ اعطي معي. السلام عليكم. ولك دار بيصير. بس بدي افهم، انت من الاصل ليش عطيتي اياهم؟ لك امي حلف يمين ما بيخليكي تشتغلي عند الجماعه. بعدين قلت لحالي بلكي بحن قلبه بيعطيكي قرشين منه. لك انا بدي اعرف شغلي، مو احسن اذا اتطلقت وتركنا نعيش لحالنا؟ علا بلاها طولت هالسان. لكن احسن يطول لسانه عليك ويمد ايده علينا. بضل اسمه رجال البيت. ايه اخي صبحي رجال وزياده. شو هالدوشه؟ شو عم تحكي عني؟ شو امي؟ شايفتك رجعت؟ ما عاد حدا وقفني الشباب برا بالحارة، كلهم صاروا يخافوا. بيفرج الله. يا علوشة، شو بو صبحي؟ هلا بالله بزمتك، مو أحسن إذا أمك طلقت من أبوك؟ أمي، لا ترد على أم لسان طويل. أنا من رأي علا أمي. لا يا أمي لا، عيب، لا تحكي هالحكي، بضل أبغض شي عند رب العالمين. أمي، أبي رجال إذا بيحط إيده على الحيط بيهده. هو مو بس قاعد لا شغلة ولا عملة، ومقضي ليها سهر وطرب بالكباريهات، وحساب مين؟ حسابنا. بابا لا تقلي لي عيب، العيب على الشيء اللي عم يعمله هو. ايها هذا الحكي اللي عليه علامات. تقبلني يا اخي شو رجال ومكتر. عن جد مثل ما قالت امي. لا أدري ما حالي أنا، احترت في أمري. لا أدري في جسدي دم أم حنظل يجري. من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي.
شرفات أطلقني من سردابي حررني ولو لحظات لا تحتضر يا حلمي الغافي على الشرفات أطلقني من سردابي حررني ولو لحظات أطلقني والبسمات